السلام عليكم، معكم أستاذ الفيزياء والكيمياء الأخ طه بخبزة، مؤسسة معارك تيجل، المديريات العيون، الأكاديمية العيون الساقية الحمراء. إذا بالنسبة سنتمم الدعم بالنسبة لجذع مشترك علمي تكنولوجي. الدرس المستهدف اليوم أو الذي سنتطرق إليه التفاعلات الكيميائية، إذا تمرين للدعم. يحترق الألومنيوم في ثنائي الأكسجين فينتج عنه أكسيد الألومنيوم Al2O3، ويتم هذا التفاعل وفق المعادلة التالية Al زائد O2 ينتج عنها Al2O3. سؤال رقم واحد، وزن المعادلة الحاصلة. سؤال اثنان، ندخل 0.54 غرام من الألومنيوم في قارورة تحتوي على 1.44 لتر من غاز ثنائي الأكسجين. اثنان واحد، احسب كمية مادة الألومنيوم NaAl في الحالة البدئية. اثنان اثنان، احسب كمية مادة ثنائي الأكسجين O2 في الحالة البدئية. سؤال ثلاثة، أنشئ الجدول الوصفي لهذا التفاعل. سؤال أربعة، احسب التقدم الأقصى إكس ماكس واستنتج المتفاعل المحيط. سؤال خمسة، استنتج حصيلة المادة للمجموعة في حالتها النهائية. سؤال ستة، احسب كتلة مادة أكسيد الألومنيوم Al2O3 الناتج. معطيات التمرين: VM الحجم المولي 24 لتر بار مول، الكتلة المولية Al 27 غرام بار مول، وكتلة الأكسجين المولية 16 غرام بار مول. إذا سنقوم بحل هذا التمرين. إذا الحل، سؤال واحد، موازنة المعادلة الحصيلة. سنكتب هذه المعادلة وسنقوم بعد ذلك بموازنتها. إذا المعادلة Al زائد O2 ينتج عنه Al2O3. إذا لموازنة هذه العناصر الكيميائية المشتركة بين النواتج والمتفاعلات، يجب أن نضيف المعاملات التناسبية. إذا سنقوم بموازنة أول عنصر هو الأكسجين. إذا نلاحظ هناك 3 ذرات من الأكسجين، بينما هنا ذرتين فقط. إذا يجب أن نجعل الكل له نفس العدد. إذا لموازنة العدد يجب إذا نضيف 2 هنا. إذا شنو؟ إذا لنحسب 2 في 3 هي 6 ذرات الأكسجين. إذا كم يجب أن نضيف هنا؟ إذا بما أن هناك 6، إذا يجب أن نضيف معامل 3 هنا. إذا نلاحظ بأن عنصر الأكسجين أصبح هو نفسه بين النواتج والمتفاعلات 6 6. إذا سنتطرق دابا الآن إلى موازنة العنصر الألومنيوم. إذا عنصر الألومنيوم، إذا كما نحسب هنايا، إذا هنا 2 في 2 4، إذا هناك 4 ذرات الألومنيوم، بينما هناك 1. إذا ليصبح العدد نفسه يجب أن نضرب هنا في 4. إذا نلاحظ بأن المعادلة الكيميائية أصبحت متوازنة. إذا سنتطرق بعد ذلك إلى سؤال رقم 2. سؤال 2، ندخل 0.54 غرام من الألمنيوم في قارورة تحتوي على 1.44 لتر من غاز ثنائي أكسجين. 2 1 2 1، حساب كمية مادة الألومنيوم البدئية. إذا حساب كمية مادة الألومنيوم NaAl البدئية. إذا العلاقة التي سنطبق هنا هي نعلم أن إذا NE كمية المادة للألمنيوم تساوي كتلة
الألمنيوم على الكتلة المولية للألمنيوم مع إذا نضع معطيات إذا الكتلة الألمنيوم كما نلاحظ في التمرين هي إذا كمية كتلة الألمنيوم هي 0.54 غرام والكتلة المولية للألمنيوم هي 27 غرام على المول. بعد ذلك تطبيق عددي إن إي للألمنيوم تساوي 0.54 على 27 القيمة النهائية إن إي أل إن إي أل هي القيمة النهائية 0.02 مول. بعد ذلك نحسب كمية المادة البدئية لثنائي الأكسجين سؤال 2 حساب كمية المادة وكمية مادة ثنائي الأكسجين Ni أو 2 البدئية. إذن العلاقة التي سنطبق هنا نعلم أن Ni ل O2 تساوي VO2 على VM. بدك نضع معطيات التمرين. إذن VO حجم ثنائي الأكسجين يساوي 1.44 لتر بينما الحجم المولي لهذا الغاز إذن 24 لتر بار مول. تطبيق عددي إن إي أو 2 يساوي 1.44 على 24. إذن القيم كما تلاحظون في التمرين هنا إذن القيمة النهائية هي 0.6 مول. إذن بعد ذلك سنمر إلى السؤال رقم 3. سؤال 3 إنشاء الجدول الوصفي. الجدول الوصفي لهذا أو لهذه المعادلة. الجدول الوصفي كما نعرف إذا نقسم هكذا هذا إذا هنا المعادلة الحصيلة الحالة التقدم كميات المادة بالمول كمية المادة بالمول وهنا سنكتب المعادلة الحصيلة AL زائد O2 ينتج عنها AL 2 O3 4 3 2. نقوم بتقسيم هذا الجدول إلى 3 أجزاء. هنا في هذه الخانة سنضع الحالة البدئية بينما هنا أثناء التحول أو أثناء التفاعل
الحالة النهائية، الحالة النهائية. إذن بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذه الخانات هكذا. إذن سنضع كل عنصر له كمية مادته، بينما هنا سنضع كمية المادة البدئية للألومنيوم A L هنا N E O 2، بينما الحالة البدئية ليس لنا هناك نواتج، إذا صفر صفر، تقدم صفر. بعد ذلك سنقوم بملء خانة أثناء التحول N A L ناقص، إذا هذه كمية المادة تنقص أثناء التفاعل، إذن كمية المادة التي تنقص ستتحول إلى النواتج. إذن بعد ذلك سنقوم ب إذن إن إي أيل ناقص 4 إكس، كمية المادة المجهولة التي سنبحث عنها بعد ذلك. إن إي أو 2 ناقص 3 إكس، والنواتج سنقوم بوضع تقدم هذا الناتج، إذا إكس، وسنضع لا ننسى معامل تناسبه 2، بينما التقدم تفاعل هو إكس. الحالة النهائية سنقوم ب إذا بتغيير إكس إلى إكس ماكس إن إي أ إل ناقص إكس ماكس إن إي أو 2 ناقص إكس ماكس، هنا في الخانة ناتج إكس ماكس، هنا إكس ماكس. إذا بعد ذلك نضع معاملات المعاملات الاستوكيومترية أو التناسبية، هنا 2. إذا هذا هو السؤال رقم 3. بعد ذلك سنقوم بإنجاز السؤال رقم 4. إذا سننجز السؤال 4، حساب التقدم الأقصى إكس ماكس واستنتاج المتفاعل المحيط. حساب التقدم الأقصى إكس ماكس واستنتاج المتفاعل المحيط لهذا التفاعل. إذا للإجابة عن هذا السؤال نقوم بوضع افتراضات وتحديد إكس ماكس لكل متفاعل ومقارنتها فيما بينهما، وبعد ذلك أخذ القيمة الصغيرة للحساب. إذا نفترض أن AL هو المتفاعل المحيط. إذا لتحديد إكس ماكس لهذا التفاعل نأخذ إن إي AL ناقص 4 إكس ماكس، نسميه 1 يساوي 0، إكس ماكس 1 تساوي إن إي AL على 4. إذن كمية المادة البدئية قمنا بحسابها في السؤال رقم 2 1، اللي هي 0.02 على 4. فذلك القيمة قيمته هي إكس ماكس 1 هي 5 × 10³ مول. بعد ذلك سنحدد تقدم الأقصى بالنسبة المتفاعل الثاني. نفترض
أن O2 هو المتفاعل المحيد. إذا سنأخذ من الجدول الوصفي كمية المادة البدئية لـ NO2 ناقص 3X max 3X max 2 سنسمي 2 أي X max 2 يساوي NE 2 على 3. بعد ذلك نقوم بقسمة قيمة كمية المادة البدئية اللي تناهي الأكسجين 0.6 على 3. القيمة النهائية هي 20 في 10 أس ناقص 3 مول. بعد ذلك سنقارن التقدم الأقصى 1 مع التقدم الأقصى 2 وسنرى X max 1 أصغر من X max 2 وبالتالي المتفاعل المحيط سيكون هو X max 1. بما أن X max 1 أصغر من X max 2 فإن المتفاعل المحيد أو فإن التقدم الأقصى هو X max 1 أي نأخذ قيمة التقدم الصغير. إذن 5 في 10 أس ناقص 3 مول. وبالتالي المتفاعل المحيط بالنسبة لهذا التفاعل هو الألمنيوم Al. بعد ذلك سنمر إلى السؤال رقم 5 استنتاج حاصلة المادة للمجموعة في حالتها النهائية. السؤال 5 تحديد حصيلة المادة في حالتها النهائية. إذا اللي إجابة عن السؤال سنأخذ الخانة النهائية في حالة الجدول الوصفي إذن ونقوم بتعويض إكس ماكس بقيمته التي حصلنا عليها في السؤال 4. إذن سنقوم بحساب كمية المادة النهائية للألمنيوم NFAL تساوي NNAL ناقص 4 في X max. إذن كمية المادة الألمنيوم البدئية هي 0.02 ناقص 4 في 5 في 10 أس ناقص 3 اللي هي 0. 0 لأن الألمنيوم يعتبر متفاعل محيط وبالتالي سيختفي في نهاية التفاعل. بعد ذلك سنقوم بحساب كمية المادة النهائية لثنائي الأكسجين NaO2 ناقص 3 X max. إذن كمية مادة ثنائي الأكسجين هي 0.06 ناقص 3 في 5 في 10 أس ناقص 3. إذن القيمة النهائية ديالو هي 0.045 مول. بعد ذلك سنقوم بحساب كمية المادة النهائية للناتج NFAL2O3 إذن يساوي 2 X max
أي 2 في 5 في 10 أس ناقص 3، القيمة النهائية ديالو 0.01 مول. بعد ذلك سنقوم بإنجاز أو بالإجابة عن آخر سؤال، اللي هو سؤال رقم 6، حساب كتلة مادة AL 2 أو 3. حساب كتلة AL 2 3 أو 3. العلاقة التي سنطبقها، نعلم أن كمية المادة AL F تساوي M AL أو 3 M A 3. إذا الكتلة M AL 3 تساوي N F AL 3 أو 3 في الكتلة المولية لهذا الناتج، مع إذن تحديد المعطيات NF ل AL و 3 تساوي هي 0.01 مول، هو الكتلة المولية ل AL 2 و 3. إذن 2 M AL زائد 3 M O، إذن 2 في 27 زائد 3 في 16. القيمة النهائية، إذن القيمة النهائية هي 75 غرام على المول. إذن تطبيق عددي، M لألمنيوم أو 3 تساوي إذا 0.1 في 75، القيمة النهائية هي 0.75 غرام AL أو 3. انتهى التمرين.